نظرية لم يستوعبها علماء عصره، استوعبوها بعد 40 سنة أو 30 سنة تقريبا، نظرية الأكوان المتعددة. هذه بعض ما أحبب أنا أتكلم فيه اليوم، الأكوان المتعددة. خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن. 7 سماوات، إيش قضية 7 سماوات هذه؟ إيش قضية الأكوان فعلا إيه؟ المتعددة. باختصار سنختصر أيها الإخوة، ونحاول أن نبسط قدر إيه الإمكان إن شاء الله تبارك وتعالى. الآن في ثورة الثمانينيات في الفيزياء أيها الإخوة، نشأت أو انبثقت نظرية تسمى نظرية الأوتار، الأوتار الفائقة، سوبر سترينجز ثيوري، نظرية الأوتار الفائقة. إيش تتصور؟ عبر عقود طويلة أيها الإخوة، والبداية حتى مع المدرسة الملطية والطالسية قبل الميلاد بضع مئات السنين، كان البشر يعتقدون أن كل شيء مكون من دقائق صغيرة جدا جدا اسموها الذرات. فإذا بالذرات تنفجر عن عن عالم من الجسيمات الدقيقة، عددها الآن تقريبا بلغ 200. طيب المهم أشياء دقيقة. جاءت نظرية الأوتار في الثمانينيات لكي تقول لا، هذا خطأ كبير، ما في ذرات ولا دقيقات صغيرة جسيمات مثل إلكترون بروتون ميزون إلى آخره. لا لا لا، ما مش هذا، غير صحيح. إيش في؟ قالوا في أوتار فائقة، طبعا حجوم لا متناهية في الصغر أيها الإخوة، ما في عرض أصلا، لكن طول هائل غير متناهي للوتر. طيب إيش الأوتار هذا؟ انتبهوا، هذا خيال، هنا نظرية كبيرة، مش نظرية، 5 نظريات في الحقيقة. الأوتار 5 نظريات، هذه أوحى بها العمل الموسيقي فقط تماما فعلا. وفحوى هذه النظرية أن الكون كله عبارة عن سيمفونية أيها الإخوة، وفي طبعا ألحان هارمونيز، في ألحان وتوقيع، هذه تنتج بالضرب على إيه؟ على أوتار هذا الوجود. هذا التقريب الأدبي للنظرية العلمية الرياضية المعقدة جدا. أنشئت فروع خاصة من الرياضيات لمقاربة فكرة الوتر الفائق، شيء معقد جدا جدا، لكن هذا التقريب الأدبي البسيط أيها الإخوة للأوتار. وهكذا هو الكون كله. بعد ذلك دغدغ العلماء أو خيالهم أمل كبير أيها الإخوة أن تتفق نظرية الأوتار مع نظرية الانفجار الكبير، حدثتكم عنها غير مرة، أكثر من مرة، البيج بانج. قال إذا اتفقت هذه مع هذه سنصل إلى حلم أينشتاين. أينشتاين اشتغل 30 سنة، شوف العالم الكبير الضخم، في آخر 30 سنة من حياته يعمل ليل نهار وفشل، ما ترك مخطوطة تنادي عليه بالفشل، لم يستطع، لم ينجح. أحب أن يصل إلى نظرية واحدة تفسر كل شيء في الكون، نظرية واحدة، وربما تختزل في معادلة واحدة بسيطة مثل معادلته الشهيرة EMC تربيع. لم ينجح العلماء، ظل يراودهم هذا الأمل، النظرية الموحدة العظيمة، نظرية كل شيء، Theory of Everything. قالوا إذا اشتغلت هذه مع هذه جيداً بشكل مثالي perfectly، فخلاص انتهى، سنصل إلى تفسير كل شيء. وعملوا على ذلك زهاء 10 سنوات. 10 سنوات، بعد 10 سنوات كانت الكارثة. وصلوا إلى طريق مسدود. لماذا؟ نظرية الانفجار الكبير عانت من لغز كبير جدا لم تستطع أن تحله. ما هو؟ اسمها الانفجار الكبير، أوركنال أو بيج بانج أو الفرقعة العظمى، الرجة الكبرى، لكنها لا تخبرنا شيء عن تلك الرجة. كيف حدثت؟ لماذا حدثت؟ ما هو السبب الذي أحدثها؟ واضح؟ وذلكم أن العقل العلمي كما قلت أكثر من مرة يقف عند حدود معينة في الزمان وفي الفضاء، لا يستطيع أن يتعداها. جدار بلانك مثلاً وزمان بلانك، لا يستطيع، خلاص. يعني العقل العلمي هذا عقل جبار، يستطيع أن يتحرك في حدود 10^-5 أيها الإخوة 35 ملي ثانية، لكن متى؟ بعد الفرقعة، بعد ما حصلت الفرقعة، يعني في هذا الجزء، في أول جزء عاد انت احسب 35 من 100 تريليون 10^12 تريليون بليون مثلا، كان احسبها سهله من الثانيه بدا العقل يشتغل الان، ممكن نعرف ايش حصل. طب قبل ذلك قلت لا ما بنعرف ايش. طب لحظه الانفجار نفسه مستحيل، قال لك مستحيل. ولذلك هذه اللحظه وهذه النقطه التي انفجرت تسمى النقطه ذات القيم غير المعرفه، سينجولاريتي، ومعناها نقطه ذات قيم غير معرفه، لانه ما في تعرفها كيف باي رياضيات تعرفها. فهنا هذا مأزق كبير جدا. نظريات الوتر أيها الإخوة أو نظرية الأوتار عانت من مأزق آخر. كيف؟
كلما حاولت أن تقارب هذا المشكل وأن تحله تعددت النظرية. فإذا لدينا نظريتا أوتار فائقة، ثلاث نظريات، أربع نظريات، خمس نظريات، هذه الكارثة بالنسبة للفيزيائيين، كارثة كبرى. نحن نريد أن ندمج البيج بانج مع السوبر سترينج ونخرج بنظرية واحدة. تأتي نظرية الأوتار وتصبح خمس نظريات؟ هذا الشيء الذي لم يكن يحلم به العلماء، فأصابهم شيء كاليأس، أصابهم شيء كاليأس. دخل على الخط هنا، هذه ملحة علمية غريبة، والآن سوف ترون النتيجة، النتيجة مذهلة بخصوص الآيات والأحاديث، شيء لا يكاد يصدق، لكن يبقى محاولة نسبية لمقاربة النص الإلهي. ما حدث أيها الإخوة، دخل على الخط نظرية الجاذبية الفائقة سوبر جرافيتي ثيري. هذه النظرية كانت في خصام مع نظريات الأوتار. لماذا؟ مع أنهما تقريبا يعني متطابقتان، لكن في نقطة واحدة يفترقان عندها في خصومة كبرى. نظرية الأوتار الفائقة تقول بأن الكون يحتوي على 10 أبعاد 10 dimensions ديمنزونا، يعني 10 أبعاد. نظرية السوبر جرافيتي الجاذبية الفائقة تقول لا، على 11 بعدا، معناها نقطة الخلاف في البعد الايه؟ 11. بتتفق من الأول إلى العاشر، في 11 تقف ايه أو تنتصب نظرية ايه الجاذبية، فتقول أنا أقول بالبعد 11. الوتر فاق تقول هذا كلام فارغ، ما في بعد 11. بعد 10 سنوات وخامرهم اليأس، اقترح بعضهم طب لما لا نتواضع، من أصحاب نظرية الأوتار الفائقة، لما لا نتواضع ونحاول التسليم افتراض صحة البعد 11؟ فعلوا ذلك، بدأت المعادلات تشتغل، النتيجة أكثر من محيرة، أكثر عفواً من مسعدة أو سعيدة، أكثر من مفاجئة. الخمس نظريات في الوتر الفائق أصبحت نظرية واحدة، انحلت المشكلة أيها الإخوة، كل شيء متسق، خمسة وجوه مختلفة لنظرية واحدة، نظرية واحدة بخمسة وجوه مختلفة، عجيب جداً، وبإطار عمل فريم وورك بسموه في الفيزياء واحد، وهو الوتر المتذبذب، الوتر نفسه هذا المتذبذب جرافيتينج سترينج. شيء جميل جدا الآن، الآن في اختبار، في اختبار جديد لهذا الشيء، ها لابد أن نختبر صحة هذه التوليفة الآن، صحة هذه التوليفة الجديدة. هذا الاختبار أيها الإخوة أولا له علاقة بالجاذبية، احنا قلنا جاذبية فائقة، لماذا قوة الجاذبية من بين القوى الأربعة المسيطرة على الكون هي الأضعف؟ أضعف قوة من القوى الأربعة الكهرومغناطيسية والقوة النووية الضعيفة والضعيفة الويك فورس، وعندنا قوة الجاذبية، الأضعف منها هي قوة الجاذبية، أضعف قوة على الإطلاق. واحد يقول لي كيف أضعف؟ طبعاً واضح أنها ضعيفة جداً جداً، صحيح هي تمسك الأرض في مدارها حول الشمس، وتمسك الشمس في موضعها من المجرة، وتمسك كل الأجرام متموضعة في مواقعها، وتمسكني على الأرض، وتمسك كل شيء على هذا الكوكب، لكن تسمح لي أن أعمل هكذا، أن ألتقط الخاتم، معناها ضعيفة جداً. لماذا؟ أنا أمارس قوة جذب على الأرض، والأرض تمارس قوة جذب، مثل نيوتن تمارس قوة جذب علي، ومع ذلك لا تستطيع أن تمنعني أن أركع وأسجد وأن ألتقط الخاتم، أليس كذلك؟ فهي ضعيفة جداً جداً، صحيح، هذا برهان علمي، أضعف مما نتخيل. بعض العلماء اقترح هي ضعيفة جداً، تعلمون لماذا؟ لماذا؟ قالوا لأنها تتوزع على كل الكون، صحيح؟ على كل أرجاء الكوزموس، هذا سبب الضعف، لم يكن هذا مقنعاً حتى النهاية. الآن خطر لعلماء التوليفة الجديدة أن يقولوا ماذا حصل للوتر في النظرية الجديدة المولفة من 6 نظريات، 5 نظريات أوتار فائقة والسوبر جرافيتي، ماذا حصل الوتر؟ الوتر كف عن أن يكون الوتر المعروف لنا الهزاز هذا فايبريتنج، لا لا، ليس وتراً، وإنما ماذا؟ غشاء ممبرين، غشاء أيها الإخوة، نفس الشيء، العرض ما في عرض تقريبا، الطول لا متناهٍ. طيب، وهذا الغشاء أيها الإخوة هو عبارة عن كوننا، كوننا كله غشاء، ولذلك سميت نظرية نظرية الغشاء إم ثيري. تندر بعض العلماء قال شو إم هذه، يعني مش شرط يعني ممبرين غشاء، ممكن إم يعني ماجيك، نظرية سحرية، نظرية السحر، ممكن ماجستي، نظرية العظمة والجلال الكبير، أو ممكن مادنس، نظرية الجنون كمان حتى، يعني شيء يعني يفوق الخيال، ممكن أشياء كثيرة.
لكن هذا ما تعطيه الرياضيات وعلماء كبار جدا جدا في بريطانيا وامريكا واوروبا، مش اي كلام يعني، علماء اضخم علماء في العصر يشتغلون على هذا. قال لك ام ثيري دخلت على الخط هنا عالمه من هارفارد، ليزا راندل، دكتوره في العقد الخامس من عمرها في الفيزياء، وتساءلت، تحب تسلق الجبال، انظروا كيف الفضول والسؤال دائما، تحب تسلق الجبال وترى انه اكثر من بديع ان الارض بجاذبيتها مع جرمها الضخم جدا تمكننا ان نتسلق ايضا ايش الجبال. فالجاذبيه ضعيفه جدا، عادت الى سؤال الجاذبيه، لماذا الجاذبيه ضعيفه هكذا، اضعف القوى، مهضومه الحظ. بدات تدرس هذه الدكتوره، خطر لها شيء، ربما لان الجاذبيه تتسرب في الكون، تتسرب من الاجرام، ممكن. والآن هي وقعت على نظرية إيش؟ إم ثيري، نظرية الغشاء، نظرية الغشاء. بحسب نظرية الغشاء في طرف هذا الغشاء يوجد الأنزر كوزموس، كوننا، وفي الطرف الآخر احتمال كبير أن يكون موجوداً كون آخر باراليل موازي، هكذا النظرية تقول، كون آخر في الطرف الآخر لهذا الغشاء اللامتناهي الطول. قرأت هذا، لما قرأت هذا خطرت لها فكرة أخرى أدق وعجيبة جدا هذه الفكرة. قالت لماذا لا تكون الجاذبية تأتينا من الكون الآخر في طرف الغشاء الوجود الكون العظيم هذا، وحين تأتينا ونحن في الطرف الأقصى الأخير تصل ضعيفة جدا جدا. أفكار وخيالات كلها، وبرهنت على هذا، وكانت هذه صاعقة علمية لأول مرة. وبدأت فكرة الأكوان المتوازية أيها الإخوة تعود من جديد. زمان أيها الإخوة في القديم كان يحتكرها الرهبان وعلماء الدين والصوفيون، وفعلا يتكلمون عن أكوان متوازية وحيوات متعددة وأكثر من بعد وأكثر، والعلم آخر شيء كان يود أن يتورط فيه هو أن يتكلم عن إيش؟ عن أكوان متوازية، أكثر شيء كان يكرهه. الآن اضطر بالحسابات أيها الإخوة أن يتكلم في هذا، يتكلم عن أكوان متوازية. وبعدين وإذا بهذه الأكوان ليست كونين فقط، قالوا نظرياً عدد لا نهائي من الأكوان المتوازية. الآن لو جاء فلكي، مش فلكي في الحقيقة، مش فلكي، كوزمولوجيست يعني عالم كونيات، عالم كونيات مسلم، وأحب أن يدلي بشيء، هل يمكن أن يخدمه القرآن هنا بشكل واضح؟ القرآن سيقترح علي لا تتحدث عن عدد لا نهائي من الأكوان المتوازية، تحدث كحد أعلى عن ماذا؟ عن سبعة أكوان، وقطعاً ستنجح. هذه تأشيرات ممكن نستفيدها كذا، مش تقول لي هذه النظرية وتتفق مع القرآن بالكامل، لا لا، تأشيرات القرآن يعطيك إياها، يقول لك سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، التزم أنت في حدود هذه الإشارة ستخرج بشيء صاعق، أنا متأكد متأكد، لو في عقل نشيط ويعمل سيخرج بشيء صاعق وسيتبرهن هذا رياضياً طريقة أو بأخرى. هم يتحدثون عن أكوان متوازية أيها الإخوة بلا عدد، يقولون هكذا. ليس هذا العجيب، العجيب الآن أنهم يقولون شيء محير جداً هذا. في هذه الأكوان مثل ألان غوث مثلاً، عالم مشهور جداً جداً، يقول كود في هذه الأكوان ماذا يحصل؟ كل ما كان يمكن أن يحصل يحصل فيها، يعني محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه هزموا في أحد، في كون موازن آخر ينتصرون وتهزم قريش، وتهزم قريش. في الكون هذا مثلاً مات ضياء الحق في الباكستان مغدوراً بالهليكوبتر، في كون موازن آخر لا يزال ضياء الحق ربما على رأس الحكم شيخاً هرماً كبيراً في السن في الكون الآخر. في هذا الكون سقط ابنك في الامتحان وطلقت أمه من وراء جريرته، في الكون الآخر جاب الأول على المدرسة وتوطدت العلاقات. شيء هذا عالم كبير فيزياء ورياضيات يقول هذا، هذا مش متصوف ولا انسان مهبول ولا شاعر، عالم تكلمون لغه الفيزياء والرياضيات، قال لك هذا ما تقوله النظريه، كل هذا محتمل، كل هذا ممكن. الان لا نملك الا فعلا الا ان نسبح بعظمه الله، بحمد الله تبارك وتعالى، حين نقرا الحديث الذي ضاق عنه مثلا افق الامام البيهقي وكل علماء الاسلام، لم اجد عالما قبله، والحديث إسناده صحيح، إسناده ممتاز، ما في أي مشكلة والله. حديث بإسناد عن أبي الضحى، حدثتكم عنه مرة، يروي عن شيخه وأستاذه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين، يقول ابن عباس في آية سبع سماوات ومن الأرض مثلهن
يقول سبع أراضين في كل نبي كنبيكم، وآدم كآدم، ونوح كنوح، وإبراهيم كإبراهيم، وموسى كموسى، وعيسى كعيسى، وفي رواية وابن عباس كابن عباسكم. شو هذا؟ كيف اتسع عقل الحبر العظيم هذا؟ عقل العلامة الكبير يا أخي، هذا دعوة رسول الله. معناها إيش؟ رسول الله نفسه اللي قال لك أذن لي أن أحدث، هو عارف شيء كبير، هذا مستوى مختلف تماما لا يخطر على بال بشر، لا يخطر على بال بشر أيها الإخوة. هذا ابن حباس، إذا هذا وضع ابن حباس، عقله العرفاني الرباني يتسع لهذه الأشياء، لا يراها أشياء تفوق الخيال أبداً. لك هذا وقائع الخلق الإلهي، هو هيك أكوان متعددة، لكن بحسب العلم هذا كمان تتكامل الأحداث، تتكامل الأحداث، ما لم يحدث هنا كل ما كان يمكن أن يحدث قال لك يحدث في أكوان أخرى. لا إله إلا الله. معناها أنا كعدنان، أنت كمحمد، هي كسلوى مثلاً، كم مصير إلا؟ لا يعلم هذا إلا الله. بحسب القرآن مفروض سبع مصائر مثلاً، في سبعة وجوه للمصير، سبعة وجوه للمصير بحسب النظرية، عدد لا نهائي، عدد لا نهائي. واحد حيقول لي يقفز الآن يقول لي يا أخي هذا يؤشر إلى آية أخرى مباشرة تتقاطع مع موضوعنا، يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. وهذا جميل وجميل جدا أن نفهم هذا أيها الإخوة. الرسول أكد لنا أن أقدار الله تبارك وتعالى، والعجيب عكس ما نعتقد وما علمنا عبر حياتنا كلها، عبر حياتنا كلها، لا، الرسول يؤكد كل شيء بما فيه العمر والشقاوة والسعادة، كل شيء يتبدل، وأنا أوافق على هذا تماما، لا أستطيع إلا أن أوافق على هذا حقيقة. تعرفون لماذا؟ أرفض أنا بمدى فهمي الضيق أن أحتفظ بتصور الله تبارك وتعالى يحد من قدرة الله المطلقة، من كلية قدرته، من كلية مشيئته أيها الإخوة، أرفض هذا. الله ليس كائنا على نحو قريب منا أيها الإخوة، يعمل بصيغة ميكانيكية، بصيغة حتمية، رهن الأسباب والقوانين، إذا بدأت الخطوة لابد أن تتلوها الثانية فالثالثة، مش صحيح. هو عالم الطلاقة المطلقة، لا إله إلا هو. والأكوان اللي خلقها هذه، وخاصة إذا قرأت هي الأكوان متعددة، لإفرت، هذا شيء محير طبعا، كلها لها علاقة بالفيزياء الكمومية، شيء محير جدا جدا وخطير أيها الإخوة. خطر لي مرة وأنا في مكة المكرمة شرفها الله وصانها، خطر لي خاطر عجيب أيها الإخوة، وأنا أفكر في آية يمحو الله ما يشاء ويثبت. هذا الخاطر يقول أنت الآن هنا أمامك عشرة سبل، ألف سبيل، عشرة آلاف سبيل، عشرة آلاف احتمال، إذا شيء واحد يمكن أن تفعل هذا أو هذا أو هذا أو هذا، أنت اخترت بسر الإرادة فيك حملها الإنسان أن تسلك هذا السبيل، سلكته. انتبهوا، كل شيء في الكون مربوط بكل شيء، أي شيء يتخذه أي واحد منا يتوقف عليه كل شيء في الوجود كله، ما رأيكم؟ وعلميا كمان وفلسفيا هو هكذا. فما الذي يحدث؟ الله هنا يعيد توزيع الأدوار والأشياء والمصائر والأقدار وفق هذا الاختيار، بس المشكلة مش هذا الاختيار لحاله، كل واحد منا عنده اختيار، وهكذا باستمرار يعاد توزيع وخلق وإعادة إنتاج الكون والمصائر بشكل مستمر، كل يوم هو في شأن. هذا بعض ما فهمته وخشع قلبي، كادت روحي تزهلني من هذا المعنى، معنى هكذا طفح في دماغي في لحظة والله العظيم، شيء عجيب. العلم الآن يقول شيئا على هذا النحو تماما، شيء عجيب، يقول هكذا تتكامل الأشياء كلها وتتعدد في أكوان متوازية، parallel universes، لا نهائية يقولون هم، لا نهائية، موجودة ويمكن أن تتكامل في هذه الأشياء. طبعا أشياء فوق، أنا أعرف فوق التصور، فوق الخيال، لكن هذا أيها الإخوة أنا أعتقد أنه خطوة إيجابية نحو ماذا؟ نحو كسر جليد الجمود والتقليد والترداد والتكرار، أن نقول ما قال الأولون وأن نفكر كما يفكر الآخرون، وأيضا هذا الجليد وهذا الجمود وهذه التكرارية المملة المبتذلة هي التي تجعلنا دائما للأسف الشديد نحتفظ بصورة عن الله، بتصور لله مغرق في التجسيم ومغرق في المحدودية ومغرق في الأنسنة، تشبيه الله بالإنسان، أنت تتحدث عن الذي ليس كمثله شيء، لا إله إلا هو. إذن يجب أن نطور هذا التصور وهذا الإدراك أيها الإخوة دائما قدر ما يسمح لنا الخيال، قدر ما يعطيه العلم والحقائق أيضا والأفكار والنظريات والأطر المعرفية، ونحن دائما نقارب، هي مجرد مقاربات،
لم ينتهي أحد ولن ينتهي أحد. الذي سيحدث والله تبارك وتعالى أعلم، ساعة يأذن الله بطيب صات هذه الدنيا وهذا النوع الإنساني، سيكون الإنسان بلغ كما في علم الله وبتقدير الله تبارك وتعالى الأمد الأقصى والحد الأعلى الأعظم. لماذا؟ لمعرفته بنفسه وبالوجود. لكن السؤال يبقى مطروحا، هل سيكون الإنسان ساعتها قد تجاوز نفسه؟ يستحيل، لن نتجاوز أنفسنا، سنظل إلى نهاية المطاف خاضعين لماذا؟ لخبراتنا، لعطورنا، لمداركنا، لمحدودياتنا. لكن هل نكون تجاوزنا معلومات اليوم؟ طبعاً بمراحل سحيقة. أطر تفكير اليوم؟ طبعاً بمراحل إيه متفاوتة جداً. هذا ما سنتجاوزه، الأطر والأفكار والمناهج والتقنيات والفنيات والعادات والأمزجة العقلية، سنتجاوز هذا. لكن في نهاية المطاف سنظل حبيسين وأسيرين لماذا؟ لمحدوديتنا كبشر. نحن تراب إزاء رب الأرباب، نحن مخلوقون، لسنا آلهة. وعند تلكم النقطة ما خطر لي، سنكون مقتدرين أيها الإخوة على بلوغ أعلى نقطة يمكن للنوع الإنساني، للبشر، للإنسان، لابن آدم أن يبلغها في مقاربة الله تبارك وتعالى. لكن ما سيحدث للأسف الشديد، رغم أن الحجة تكون قد قامت تقريبا والأمور شبه إيه تعرت، يبقى الإنسان مصرا على ماذا؟ بغرور وعنجهية على الكفر والإلحاد والإنكار. الله يقول قامت الحجة، انتهى كل شيء، لابد أن يطوى البساط ويطوى البساط. وهذا مبرر إيش أن تقوم القيامة، مبرر أن تقوم القيامة. أرجو أن نكون خرجنا من هذه الخطبة أيها الإخوة فقط بهذا المبدأ الذي أرجو الله أن يكون صحيحا، هو أن مثل هذه المقاربات تدغدغ الخيال، تحفز الحدس، تحرك الفضول المعرفي فينا، وتعطينا فرصة أكثر نبلاً وأكثر كرامة وسبيلاً أكثر سعة واندياحاً لقراءة قول مولانا الكريم لا إله إلا هو من زوايا جديدة، من زوايا جديدة وبإضاءات جديدة، وربما بمزاج عقلي أو علمي ومعرفي مختلف عما ألفناه. هذا مطلوب وضروري. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه.